النهرين ومجرم الكون الطاغي المخلوع صدام، فهنيئاً لكل العراقيين الشرفاء، هنيئاً للشهداء تأراتهم، وهنيئاً للأهوار وهي تحتفل في إعدام قاتل الماء والهواء، هنيئاً لحلبجة ولأطفالها وشيوخها، هنيئاً للتاريخ طهره من رس هذا المجرم. فقد انتهت رواية هذا المجرم في الساعة 6:05 من صباح اليوم، حيث نفذ به حكم الإعدام العادل وهو أقل ما يستحقه. نفذ بحقه هذا الحكم بعد محاكمة طويلة وعلنية، على عكس ما كان يفعل مع العراقيين الأبرياء من محاكمات صورية. ألا فاذهب لعنة الله والعراق والتاريخ عليه. هذه نهايتك يا من لم تبقي فرحة في عين طفل ولا وقارا في محيا شيخ ولا حرمة لمقدس، فتجرع الموت بواحدة من طرق الموت التي أبدعت فيها أيما إبداع. فارحل، فارحل أيها الكابوس الطويل،